الجامعة دي، وخصوصا هي بتضم مجموعة كبيرة جدا من السودانيين والسودانيات، السودانيات أقصد، نعم حتى على مجال في كل في شتى المجالات يعني. نعم جامعة الأميرة نورة طبعا هي جامعة نسائية بحتة، تعتبر من أكبر التجمعات النسائية على العالم، في العالم يعني. أنشأت جامعة الأميرة نورة بأمر خادم الحرمين الشريفين في العام 1427 لتضم مجموعة من الكليات، وقتها يمكن كانت تضم 7 كليات، تطورت وزادت عدد الكليات بالجامعة إلى أن أصبحت الآن تقريبا 24 كلية. أيضا جامعة الأميرة نورة تضم عدد من العمادات المساندة طبعا للقيام بعملية تعليمية، بما فيها عمادة البحث العلمي، عمادة التسجيل والقبول، عمادة شؤون الطالبات. جامعة الأميرة نورة هي مدينة جامعية كاملة بالإضافة للحرم الأكاديمي والكليات، فيها مستشفى جامعي. جامعة الأميرة نورة بها مدارس، بها منطقة سكنية، تقريبا عدد طالباتها يقارب 25,000 طالبة، بأعضاء عدد كبير جدا من أعضاء هيئة التدريس يفوق 2500 عضو هيئة التدريس من مختلف الجنسيات السعودية والجنسيات الأخرى اللي هي جنسيات العربية في منها والغير العربية والمسلمين وغير المسلمين، فهي عبارة عن مكون. هي جامعة كبيرة يعني. نعم. جامعة كبيرة جدا، بنتمنى لك التوفيق إن شاء الله فيها، بنتمنى فعلا يعني إنه في مجالك أنت كمان تبدعي أكثر وأكثر وأكثر، وزي ما قلت الجامعة كمان بتضم عدد كبير جدا من